السلام عليكم العشرين ومرحبا بكم في فلوغ جديد ورمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة. الموضوع ديال هذا الفلوغ ديال اليوم هو كيفاش كندوزو رمضان ديالنا هنايا، كيفاش كيدوز رمضان في الغربة اللي كما كتعرف هو الشهر اللي كتحس به مزيان بأنك في الغربة وكتحس بأنك وحيد ديال بصح، لأنك كتكون بعيد على أحبابك، بعيد على أصحابك، بعيد على عائلتك، مكاين لا شي واش، مكاين لا والو، حتى من الأجواء تاع رمضان مكاينينش شي أجواء. راكم عارفين كيفاش دايرين، والدراري تاع الغربة راهم اللي غادي يعرفوني مزيان وغادي يفهموني شنو بغيت نقصد بهاد الهضره. ما كاينش شي حاجه يعني كبيره كدار في اليوم كيدوز روتيني عادي، ما كاينش شي حاجه زعما سبيسيال اللي كدار. داكشي علاش بديت الفلوغ من العشيه، نمشيو للجامع نفطروا تما وندوزوا النهار تما، وتشوفوا كيفاش كنفطروا تما في الجامع، كيفاش كيدوز النهار، كيفاش كيدوز ذوك الاجواء، كيفاش كنخلقوا ذوك الاجواء تاع رمضان هنايا في تيميشوار خصوصا وفي رومانيا عامه. اليوم هو اليوم الرابع في رمضان، هذا الفلوغ غادي تشوفوه شويه معطل لانني مازال كنلوح في الفلوغات، مازال ليا ان شاء الله جوج فلوغات عاد غادي نلوح، هذا تكونوا ديجا شفتوهم ديال الرفيسه وديال اوراديه فاش مشينا للبيسين. بلا شك تكونوا لاحظتوا بان الكاليتي ديال ليماج ولا الجوده ديال الصوره تحسنات في هذا الفلوغ. هذا خديت كاميرا جديده باش غادي نبدا نصور الفلوغات، حيت الكاميرا القديمه راكم شفتوها في الفلوغ تاع اوراديه، هذه هي الكاميرا اللي كانت عندي اللي كنت كنصور فيها لوميكس جي اش 1، صار لي لوبجيكتيف ديالها يعني تهرس، دابا هو ما فيكسيش مزيان وخاصك يعني تاخذ الحيطه والحضر. الكاميرا اللي كنصور بها دابا هي سوني A5100، نديروا لها واحد الانبوكسين خفيف ظريف. هذه هي الكاميرا اللي خديت كما قلت لكم سوني A5100، كتجي على الشكل هذا في الكارتون. هذه الكاليتي ديماج ديالها 24.3 ميجا بيكسل وفيها ليكرون اللي كيتقلب يعني خاصه بالفلوغات، بليس اوبجيكتيف ديالها. المهم الا بغيتو تقلبوا عليها اكثر باش تشوفوها وتعرفوا عليها اكثر، ما نديرش انبوكسين يعني كامل بالمواصفات وكلشي، غير بغيت باش نوريكم شنو كاين وصافي، نعطيكم معلومات على الاقل باش الناس اللي بغاو يبداو الفلوغات نصحهم بهاد الكاميرا هادي يبداو بها، لان بصراحه كاميرا زوينه والثمن ديالها رخيص والكاليتي ديالها زوينه كما كتشوفوا. الباطا ديالها هي هادي عامره غير بالكتوبه وغير بالوراق، فيه كثرت الوراق بزاف. المهم هو الوراق اللي بغا يقرا اللي بغا يتقرا ان شاء الله، واحد الكتاب ما شحال فيه تبارك الله، كيجي مع هاد الشارجور ديالها ديال الميريكان ولا ايرلندا، تبارك علينا غا في رومانيا. و لادابتور والشارجور ديالها كاين هنا، صافي هادشي اللي كاين. بواطا خاوي ما فاتش حاجه، ديجا حليتها بطبيعه الحال انني كنصور بها. تاكير تاكير الكاميرا اللي كنصور بها دابا هاي غادي نوريها لكم، هي هادي اللي كتشوفوها هي سوني، هاهي هي دي سوني A5100، هذه اللي كنصور بها دابا في هذا الليكرون حيت كيتقلب من هنايا. كلشي على اوركسترا العصري ها هو. دابا السجل العشيه ان شاء الله باقي 3 السوايع باش ياذن. واحد الضيف معنا اليوم ها هو، اقترحوا عليه شي سميه ولا شي حاجه. شوفوا تبارك الله شحال ديال التيكي ديال الترانات هنايا في رومانيا، هادو كاملين، هادو كاملين تيكيات تاع التران. واحد اللعبه اللي فيه شحال مره قلتها في فلوغات وباقي بنادم ما عارفهاش، ترانات هنا في رومانيا بالنسبه لي زيتوديون فهو فابور يعني ما كتخلص والو، كيعطيك واحد لاكارت اللي كتبقى تمشي ترانات شحال ما بغيتي ديال ترانات تمشي في النهار، تقدر تمشي تقدر تشد خبزه ديال ترانات في النهار ما كاينش اللي غيهضر معاك، وفابور وفي اي قنت بغيتي تمشي فيه في اطار تاع رومانيا. تخرج من رومانيا طبيعه الحال غادي تخلص. درت معاهم مع 8 و 3 دقائق انا كاين هنايا باقي ما جاوش. ها هو يلاه جاي، يلاه جاي، اش تعطيه لها الصح؟ بخير دير لاباس عليك، مرتاح عليا كيدير علي ليا بخير. غير صوتيوك بعدا معنا الاخ محمد من ورزازات. ها هو الاخر جاي، راهو الاخر يلاه المغاربه ديال مراكشين معطلين، ورزازات مازال شويه مازال لا ورزازات 8 او مرفيسه، مرفيسه جاي معطل، الجو زوين ما كاينش الصاد ما كاينش البرد، ايات الجو زوين شميشه. اخويا اليوم قطال يا رمضان انا نكذب عليك ياك. دابا الخوت 8 وربع باقا 45 دقيقة وأذن، المهم الإشارة بعدا حنا راه كنصوموا 18 ساعة ديال الصيام من 17 ونص 17 الأخ حاسبها شوف ورزازات حاسبها الكارنيك هاي دار الكريدي بابا عمر 17 ساعة ونص، المهم من 3 ونص ديال الصباح حتى ل 9 ديال الليل. خويا بغيت نسولك النيت، حسيتي برمضان هنايا انت زعما بالاجواء؟ صراحة ما كاينينش شي اجواء هنايا، هي صراحة واخا كيجي وقت ديال المغرب كتلقى الثقيل
بحال دابا انا راه كاين الصقيرة ما كاينش شي واحد كيدور ما كتفهمش بنادم كيفاش داير، ولكن ماشي كيما المغرب بروشو الاجواء المغربية توحشناها كاع صاحبي وحق الله. باقي لنا واحد نص ساعة ان شاء الله ونوصلوا للجامع تما فين كنفطروا وفين كنوريكم المنيو ونوريكم شنو كاين اليوم. حتى الفوقيات جايبونا في مويكا والله الا فوقيات في ميكا والله الا في ميكا بالرب. شي نهار اللي خرجنا بفوقيات غنديرهم في انستغرام، تلقاو انستغرام ديالي هنايا غنخرج غنبلبلوها بفوقيات. شم شم ريحه شي هو شم اكيد. دابا انت كتقرا في المغرب ياك وجيتي تقرا انا في روماني 6 شهور جيت هي ايراسموس. جيتي ايراسموس المهم اللي ما كيعرفش ايراسموس نخليوه ابارت نهضر عليه في واحد الفيديو. قول لي كي جاتك روماني بصراحه دابا كندوي معك بصراحه روماني مقارنه مع المغرب واش مزيانه ولا ما مزيانه؟ واش تنصح بنادم يجي يقرا فيها ولا ما تنصحش بنادم يجي يقرا فيها؟ انا هضر لك كوتي نيجاتيف وكوتي وي. قول لي شنو هي حاجه زوينه في روماني شنو هي الحاجه الخايبه؟ اخويا كاين لي كونديسيون باش تقرا هنايا بسيور، عندك لا بورس ديالك، عندك سميتو ديالك، كلشي حتى لا ريزيدونس ديال الطلبه مجهزه مزيان الحمد لله. داكشي الطلبه طالب هنا مرتاح تقرا مرتاح فرين لك كاع فرين لك كاع سميتو اخويا راه داكشي القي وداكشي كاع حوايج الخايبه اخويا ما مقناته مقناته. حنا المغاربه من طبيعتنا فينا الحركه بزاف وجدنا. واش المغاربه قلال هنا؟ حتى المغاربه قلال هنا ما كاينش بزاف ابار المغاربه قلال. المغرب وناسه يا خويا راه مولفي حنا ديك الوناسه كدور من عند هذا ولكن... والصداع والطوموبيلات هنا الكالم بحال ما عايشينش هاد الناس اخويا. شوف الكالم والو ما كاين وهكا دايره المدينه على طول العام. في رمضان كتحس بها اكثر؟ واه في رمضان كتحس بها اكثر خويا. لا انتم كيما كتشوفوا صقيل كاين حتى واحد تم كاين حتى واحد الله سكاش الله يجي السكاش. انت تقول لي كي جاتك التجربه دابا انت العام الثاني هنايا عندك كتسول فينا حنا اللي جايين 6 شهور. انا فايت كنهضر على ديما انا هاد القضيه ديال رومانيا. رومانيا جات تقرا فيها ماشي ديال تعيش فيها كاينه يا خويا ماشي ديال تستقر. فوالا ديبلوم ديالك حمر لك الوجه شويه باش تبقى وتقرا هنايا وخلاص تلقاو الجامع. خوش كاين لايف هاد الدرب هذا هو الدرب ديال الجامع. كاين لا الجامع ماشي يعني ماشي بصومة ديالو ولعيبات، جامع صغير بحال دار بحال شي فيلاج قريب من حيت انا هاد البلاصة كلها ديال الفيلاج تيراس ولا الجردة ديالها تما فين كنفطرو وكنقصيو وكلشي، والفوق يعني في ليطاج الاولاني تما فين كنصليو. مؤسف جدا بزاف ديال العرب هنا كياكلوا فوق. صح اخويا والله الا بالصح وما كيصوموش. عرفتي ترى داروا استجواب مع قال لك راه حار هو اخويا شي كيقول لك راه ما جبدت سميتي شي كيقول لك فريضة شي كيقول لك المهم سمحوا لنا على هاد الكلمة هادي راه هذا هو الجامع ليه فين كيصلاو العيالات وفين كيفطروا وله كاين الدخلة ديالو كما قلت لكم دار صغيرة ومهم على قد الحال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دير بخير لاباس هاني مرتاح. يا غفور اغفر لنا يا معز أعزنا يا حفيظ احفظنا خوت. اول منيو ديال اليوم كاين سلطه ديال الله كاين الروز وكاين اللحم وكاين هذه الشايه ومعنا ضيف جديد بطاطا انا قبل منكم ولا سران وكاين هذا هضر معاك كيضحكش ها هو جا فحدا التفصيل شو 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 الجوع اخويا كيقشل وفينا لا فامي. مرحبا بكم اخوت. خو التفصيل الثاني الميطه الثانيه دوزيام ميطه الدراري ما كيلعبوش كلشي ديال الله. هاي واحد الحريره نسيت ما وريتهاش لكم قبيله دفع العدس مزيانه داكشي ديال السواره واللعيبات. بصحه الدراري بصحه بصحه بصحه. الى العمل دابا العمل دابا خدمه فطرنا الحمد لله وهنا جينا نعاونوا الناس. هيا الدراري فين قلنا شي زكريا شي كلمه طيب واد صار صار فويتو وعليكم السلام طيبات ديال العراسات. زكريا اش كدير اصاح؟ الحديد عندي الحديد اخويا صافي لا سلام يلاه اخويا داكشي ديال الخدمه اخويا. السلام عليكم الاخوان داكشي ديال الطيبات ديال العراسات العيبات. انا سامي تحيه سامي تونسي تونسي تحيه ليه
هو اللي كيخدم مليك من هادو كامل. انا شوف شو الحكام كيدير، الله يحفظك ما تشوف ليه الحكام. الدار وباغي نعمر الدار، جابوها عروبيه قلت ليها فين شيتي، قلت ليها العروبيه. باتري فابل نار طويل نار طويل الحمد لله. شوفوا بنادم راه منشور، هذا شي هو منشور، الدراري شي هما ليه. حنا الاخرين لبقنا في الجامع الوقت 20 دقيقه ان شاء الله، نصليو الجمعه نصليو العشاء والتر. قلت لكم الجمعه عرفوني راه عييت صافي. المهم الايام ماش كاملين كيدوزوا عندنا بحال هكا تقريبا. الفكرون اش كتقولوا لي فورزي عزاز؟ كنقولوا لك كفرو. انا ضو النهار كيفاش كندوزوا رمضان هنايا عمر الرباعه، راني في الغربة وحداني عايش في بلادات الناس، الحب ديالي ناري ناري الاول والثاني ناري ناري شتا يجرى على سبان بنتي. ماما خوش دول الخرج البلوك تتتت هاتو.